حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء في تنبيه لها من سقوط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كيلومتر في الساعة بداية من الساعة 9 صباحا وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء ببعض الولايات السهبية والجنوبية والشرقية، فيما من المرتقب أن تتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 كيلومتر محليا على المناطق الشمالية بداية من مساء اليوم إلى غاية فجر غد الأربعاء.